السلام عليكم. من القصص الحزينة صراحة اللي حصلت في الحفر الباطن قبل 8 سنوات. يوم من الأيام العجوز قامت من النوم كالعادة تقريبا الساعة 6 الفجر علشان تصحي عيالها. عندها 4 بنات وولد واحد، الولد عمره 18 سنة والبنات أعمارهم من 29 ل 20 سنة، تبي تقعدهم حق المدارس. المهم قامت تناديهم تنادي عليهم كذا، فاضطرت انها تصعد الدور الاول علشان تطق عليهم الباب وتصحيهم. تفاجأت ان بناتها 4 مو موجودين، لا الكبيرة ولا الصغيرة. قامت وطقت الباب على اخوهم علشان يدور عليهم. الأخو هذا ما يرد، يطق عليه الباب، يطق عليه مقفل الباب. العجوز احتارت، البنات وين راحوا؟ استغربت. قامت انزلت واتصلت على زوجها السابق طليقها. هذه المرأة مطلقة وعيالها يعيشون عندها، وزوجها هذا متزوج واحدة ثانية وعايش في نفس المنطقة لكن بعيد شوي عنهم. فاتصلت عليه قالت له تعال البنات ماني لاقيتهم والولد ما يرد، قافل عليه الغرفة وطق كسرت الباب عليه مو راضي يفتح لي الباب. فجاهم الشايب عمره بالستينات. الشايب شو يقول؟ يقول أنا كالعادة يوميا أجيهم الصبح بعد ما أوصل زوجتي اللي هي الجديدة هذه معلمة، يوصلها المدرسة ويرجع على عياله يشوفهم، اللي يبي فلوس مصروف أكل شيء يجيب لهم. فطق عليهم الباب الصبح ما حد فتح له، راح رجع راح يشوف عنده غنم وكذا يشوف حلاله. فيوم اتصلت عليه طليقته رجع مرة ثانية واستغرب، دخل البيت ينادي البنات مو موجودين، صعد فوق غرفة ولده يطق الباب مو راضي يفتح، قام وكسر الباب. ولا الصدمة، الولد نايم على فراشه وراسه مقطوع والدم مليان في الغرفة كلها. قامت هالعجوز مسكينة وتصرخ وتحضن بولدها، راسه بصوب وجسمه بصوب. والأبو استخف وصراخ وكذا، انجنوا وش صاير؟ قاموا بلغوا على طول الشرطة. احضروا الشرطة طبعا أول ما اتهموا منه البنات مختفيات 4، وين راحوا وشنو علاقتهم في الجريمة؟ شيء حير. من الجانب الثاني البنات هذول فعلا هم اللي اقتلوا الولد، لكن انا ما راح اقول لكم شنو التفاصيل، اقول لكم بعد ما ارتكبوا الجريمة وين راحوا. البنات من الفجر مشوا تقريبا 20 كيلو لين وصلوا حي احد الاحياء. جو العمليات الشرطة وصلوا عندهم، انتم من وكذا، قعدوا يبكون البنات، اخذوهم ودوهم المخفر. اثناء دخولهم المخفر كان ابو الولد اللي مقطوع راسه مبلغ ان كذلك عن بناته المتغيبات، عرفوا ان هذول هم بنات الشايب اللي بلغ عنهم. امسكوهم، انتم شنو علاقتكم مقتل اخوكم؟ قاموا البنات يبكون وكذا. قامت الكبيرة اللي عمرها 29 سنة قالت يبقى أنا اللي قتلته وأنا اللي فصلت راسه عن جسمه وأنا متعمدة أني أقتله وأبيكم تحاسبوني، لكن أطلقوا صراح خواتي. قاموا خواتها الثلاثة قالوا لا تكذب عليكم، إحنا أصلا مشاركين معاها وإحنا قتلنا معاها من البداية، دخلنا عليها الغرفة وقمنا وقتلناه. شنو السالفة؟ ليش اقدمتوا على قتل اخوكم الوحيد اللي عمره 18 سنة؟ تكلمت الكبيرة قالت هذا اخونا الله يستر على الناس سلوكياته السيئة، على وعلى ذلك انه كان يعذب بخواته ويضرب فيهم يسيء معاملتهم، يعني كان كابوس بالنسبة لهم، وصلهم إلى مرحلة صارت فيهم حالة نفسية البنات 4. وهني أنا بعطيكم نصيحة يا جماعة،
حط في بالك اختك اذا انت ما تعطف عليها ولا تحميها ترى ما حد بالدنيا راح يعبر اختك. اذا انت اختك ومتخليت عنها الناس راح تتخلى عنها، وكذلك عيالك اذا انت ما تحميهم وانت تعطف عليهم ترى ما حد يعطف عليهم مكانك. حط هذه قاعده في بالك وانت كيفك عاد، اذا ترضى سوي اللي تسويه. هذا الولد كان معذب خواته لدرجه انهم يوم الايام وصلت فيهم المرحله ان اختهم الكبيره تقرر انها تذبحها. قالوا لها خواته احنا بنشاركك في الموضوع. ادخلوا عليه وهو نايم في غرفته ومعاهم ساطور، وعلى طول سددوا له ضربات على الرأس. طبعا الولد على طول توفى، وقاموا قصوا رقبته، وكذلك حتى الأدلة الجنائية تثبت أن الجثة متعرضة للعديد من الطعنات حتى شق في البطن، يعني مبين أن الانتقام كان انتقام يعني وحشي. ما ندري شنو سوى الولد، الولد توفى. مالكم بالطويلة أحالوا البنات للسجن، حتى أن الشيء المؤلم في الموضوع الأم اللي تبكي على بناتها وتبكي على ولدها اللي راح، قامت وقالت حق رجال الأمن أن أنا تسترت على بناتي وأنا شريكة معاهم في الجريمة، ليش تبيهم يسجنونها مع بناتها؟ تقول خلاص أنا ما لي أحد بالدنيا، أبي على الأقل أكون مع بناتي في السجن. وفعلا خذوها معاهم في السجن. قام الأب هذا اللي متزوج الثانية وقاعد بعيد سجل القضية ورفض إنه يتنازل عن بناته ويبي ياخذ ثار ولده. والله يا جماعة أنها مصيبة. شوف دائما العنف يسبب بلاوي، الله يكفينا الشر هالبلاوي. المهم مالكم الطويلة القصة صراحة هزت يعني منطقة الحفر الباطن، والناس قعدت تسولف فيها سنوات من هول الموقف. شلون بنات يتجرؤون ان يقتلون اخوهم الوحيد كذلك. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامه.